السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال جالي بيقول دلوقتي موضوع الناس أو الدولة بتحفر عشان تشوف المقابر بتاعت الفراعنة ويطلعوها، ده كده هو شاف إنها فيها مشكلة لأن نقش القبور في مشاكل وحاجات زي كده. طيب أولا خلينا نركز على نقطة كده وبعدين نجاوب. الفراعنة لا، احنا قدماء مصريين، هم اسمهم قدماء مصريين، نحن لا ننسب للحاكم. يعني ما ينفعش تقول لي الدولة المباركية أو الدولة السادتية، لا احنا قدماء مصريين أو المصريين لا ننسب للحاكم بتاعنا، تمام؟ عشان بس الكلمة دي منتشرة كتير جدا. طيب خلينا نشوف القاعدة العامة، هنلاقي إن الإسلام بيقول من أصل عدم نفش القبر، وفي حديث كسر عظم المؤمن ميتا كسريه حيا حرام، تمام؟ حرمة الميت زي ما قال الإمام ابن حجر العسقلاني في شرح صحيح البخاري، في الحرباني شرح صحيح البخاري، إن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته. طيب وقانونا تقريبا كل قوانين في الدنيا كلها ما فيش قانون فيهم بيقول إن نبش القبور جائز إلا في ضرورة أو الأسباب خاصة، تمام؟ وهنشوف الأسباب الخاصة دي. حتى في واحد كان في أمريكا قبض عليه بسبب إن هو عنده حب للأكل لحوم البشر، فكان ساعات بيقتل وساعات بيدخل المقابر ينبش. فالمشرع بتاع في أمريكا أو المشرع مش في دماغه في حد ياكل لحم بشر، فمش جريمة، فعاقبوه خلوا جريمة إن هو قتل وإن هو نبش قبور، دي جريمة في العالم كله يعني، تمام؟ والعادي يعني ان المجتمع ما بيحبش الموضوع ده، كل العالم خلاص دي حاجه متفق عليها يعني، خلاص اكرام الميت الاسراع في دفنه. طيب ده دي القاعده العامه، بس ممكن نضطر لحاجه زي كده. نضطر زي ايه؟ زي ان هو يكون مشكوك هل هو مات موت طبيعيه ولا جريمه قتل، فخلاص بنفتح القبر على اساس نشوف سبب الوفاه، تمام؟ دي من ضمن الحاجات. طيب لو هو لما اتدفن اوصى ان هو اتحتم على ذهب كتير او فلوس كتير، ما دام مات ده حق الورثه بتوعه مش حقه، مش فلوسه، تمام؟ وفي حديث وفي ضعف بس يعني بيستشهد بيه الفقهاء، ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان خارج مع الناس مع الصحابة في الطائف، فمر بقبر فقال هذا قبر أبي رغال، وكان بهذا المكان الحرم يدافع يدفع عنه، فلما خرج أصابته النقمة التي أصاب قومه بهذا المكان فدفن فيه، وهي ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه. فالناس حفروا فعلا لقوا الغصن الذهب دوت، فهو الحديث بيضعف بس الناس استدلت بيه إن لو في حاجة معينة تعمل. فانت في عندك اثار كثيره موجوده عند القدماء المصريين، والامام محمد اتكلم في الموضوع دوت، لو الحفار نسي حاجه معينه او في حد من الناس الواقفين ويعملوا حاجه ليها قيمه يجوز ان انت تستحسن تجيبها. طيب من ضمن برضه حاجات ان في مصلحه شرعيه، ان في نقل حد زي ما حصل في حديث لجابر ابن عبد الله، الحديث مشهور لما حضر احد دعاني ابي من الليل ما راني الا مقتولا في اول من يقتل من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، واني لا اترك بعدي عز علي منك غير نفس الرسول صلى الله عليه وسلم، فان علي دين فاقضيه، تمام؟ وبعد كده لما اول مات اول قتيل، وبعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم امر بدفنه مع حد ثاني، كان كل اثنين في قبر، فجابر بيقول لك لم تطب نفسي ان اتركه مع الاخر، فاستهرجته بعد 6 اشهر، فاذا هو كيوم وضعته لسه كانه لسه رد. فاغلب العلماء زي ابن تيميه قال لك لا ينبش القبر الا لحاجه، يعني المكان مثلا في سيل هيجي هيغرقهم، في شارع هيتعمل، في اي سبب من الاسباب، فيتنقل زي ما حصل لبعض الصحابه، في بعض الصحابه اللي هم قتلوا في احد اضطر المسلمين الى نقلهم. واول عمل اتعمل في المدينه اللي هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم بنى مسجد، فارسل الى بني النجار وقال لهم انا عايز اشتري الحق دوت، فقال له احنا عايزين سمن من عند ربنا، فكان فيه قبور المشركين فاتنقلت لمكان اخر، تمام؟
ويجوز ان انت تحفر وتبعدها على اساس ان انت هتبني في المكان دوت فيه تنظيم المدن. طيب لما تيجي بقى نبص على اثار قدماء المصريين او اي اثار، فانت بتنبشها خلاص. هي احنا عندنا حاجه اساسيه ان هو الحاجات دي متحمصه، احنا بنحاول نفهم سر التحنيط، بنحاول نفهم التاريخ البلد عامل ازاي، يعني بتنظر ليهم ويعني تعرف تاريخ البلد وتاريخ الحضارة وتاريخ التكنولوجيا، وكل مقبرة بيبقى فيها إضافة معلومات وتصحيح للمعلومات اللي عندنا واستفادة كبيرة جدا. الأصل إن أنت ما تحفرش، بس لما يكون في استفادة للبلد واستفادة للتاريخ واستفادة مهمة يعني، والدولة موافقة عليها مش مجرماها، خلاص مفيش أي مشكلة خالص. تمام، والله أعلم. أنا يعني مش من أهل الفتوى، أنا مش بفتي، أنا بنقل لك أقوال العلماء إن هي لو في فايدة، إنما الحفر لمجرد الحفر لا. حفر عشان تعمل حاجة حرام زي إن أنت تحط حاجة سحر أو إن أنت تحاول تأذي بني آدم بتنتقم منه بعد ما مات، لا، أشد الحرم، في حرام كبير جدا. إنما لهدف وحاجة في العلن وحاجة مش مجرمة وحاجة أسباب شرعية زي أنت يعني هنستفاد منها أو هنحقق في قضية قتل أو حاجة زي كده، فدي لها استثناء. والله أعلى وأعلم.